فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لكي يطأها زوجها؟ يجوز لها ذلك، تتخذ ما يمنع الحيض لأجل أن تصوم، لأجل أن تطوف، لأجل، يجوز هذا، لكن لا بد من مشاورة الأطباء، لأنها قد تأخذ دواء يضرها، فإذا كان لا يضرها فلا مانع، وتركه أولى، تركه أولى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.